وبعدين يومين في المعاش الجرايد كملناهم، التلفزيون كملناه، النوم كملناه، وبعدين يا حاج. نعم يا حاج، انا فترت تعبت، روحي دي مرقت، شغل البيت ده خلاص طلع روحي، حيلي اتهدى، النظافه بجنبه، الغسيل بجنبه، الطبيخ بجنبه، فترت عادي كده بقيت ما قادره. انت الاولاد وين ما يساعدوك؟ الاولاد اسكت خليهم الساعي، البيت قالت ممتحنه ونهائي قشمين واطه دي ما بترفع علينا وقت ساعه الزول، ولدك كالعاده قدام الكمبيوتر ومع النت والكلام الفارغ ده من صباح الرحمن لأساس الليالي. هو نحن عمرنا ده كله وعندنا اثنين بس؟ أكي يا صابر، أنت يا أخوي نزلت معاش ولا خرفتها؟ خلاني بس ما ياهم اثنين ونبون. طيب وأنا المطلوب مني شنو؟ المطلوب منك تجيب لي زول يساعدني في شغل البيت، شغال راجل مرة ما عارفة، المهم تجيب لي زول. شغالة كويس حتصرف. لا نحن ال 300 ده عامل ليل، يعني احنا مسؤولين منهم مسؤولية تامة شاملة كاملة. قلت لك كيف يا ولدي؟ زي ما قلت لك يا حاج، يعني احنا عندنا كل الجنسيات. العمالة، عمالة منزلية، عمالة حرفية، داير عمالة بتاعت بونا، عندك مشاكل في البونا داير تبني بيت برضه عندنا، وبنفكر نجيب لعيبة كورة، وبرضه لعيبة طايرة وهلم جرى. يا ابني بالراحة علي شوية، بالراحة علي شوية، وركز لي على الأعمال المنزلية. أوبا أيوه انت داير عماله منزليه. نعم يعني احنا عندنا حاجات سبيشال للناس السبيشال زيك، وبتبقى على حسب اسعاركم كم. والله يا اخي طبعا في شهر دي بتعتمد على رصيدك، يعني احنا دول العالم الثاني ديل يعني من 150 ل 250. دول العالم المتقدم طبعا عارف انت براك الاسعار العالميه والدوليه والدولار طالع ونازل، يعني من 450 ل 700 كده. يعني يا ولدي ما بلقى عندكم اولاد بلد بالعمله المحليه؟ نو يا حاج، احنا مكتب براغي جدا جدا، بنركز في العماله الاجنبيه، اللغه انت عارف براك يعني. ايوه المشاكل بتاعت مجتمع العمل والمشاكل بتاعت الترحيل وبدلات بدل السفر وهم مجرى. الو يا صابر، اهلا، لقيت شغال كويس جدا، وصفت لنا البيت جاي علينا تمام التمام. اهو انت ماشي وين؟ بيت البيكا، حسافر معاهم جدا، ما في مشكله، تمشي تجي بالسلامه ان شاء الله. عليكم السلام. منو انت؟ مندرة. شنو؟ مندرة. صابر انا. مندرة شغل صابر. انت اجابك صابر للشغل يعني؟ شغل صابر انا مندرة. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله صبرنا على صابر وحاجات صابر. عربي ما في مندرة ترنا بابا هرانا ما هانها، انا عربي ما في تعمل تموهاته نمبر كها سمبر برينجا. كويس اوكي سمبر برينجا دلدل. اسكت شوية دلدل اما هيتي خلاص انت بتعرف عربي. سبنكا ما كانت تايبس، خاسكو شوية ما ضروري تعرف عربي، العربي ده خليه اصلا ما تعرفه. انا عايزاك تعرف حاجة واحدة بس مهمة، انا عندي منظر زیبا ہے رنگ ہے منظر عالیہ انم بهجی ها ربی بابا انت يا مندرة تمام التمام، ما في كلمة انت كده. نظافة تمام، هدوم تمام، مكوى تمام، بيت تمام، كله تمام التمام. بس في حاجة مهمة يا مندرة ما عملتها، دايراك تغسل لي العدة. شوفي بقى، أقول لك صريحة، أنا ممكن أعمل أي حاجة إلا غسيل العدة. وبعلي صابر مندرة.